للمزيد من النقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور أحمد أبو اليزيد وهو أستاذ الاقتصاد الزراعي. يا دكتور تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا تحدثنا عن اهتمام الدولة المصرية بالفلاح المصري وتوجيه كافة أوجه الدعم والمساندة له، ماذا نقول في هذا الأمر؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. زي ما حضرتك يعني تفضلتي في التقرير الكريم، الدولة متمثلة في القطاع الزراعي بتوجهاتنا القيادة السياسية بتوفير كل مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي، وراعت أيضا في هذا الموضوع صغار المزارعين. كان عندنا مشكلة كبيرة في مصر وتحديات اللي هي الخاصة بتفتت الحيازات الزراعية. معنى هذا الكلام أن هناك قطاع كبير جدا من صغار المزارعين اللي في تحديات بتواجههم نتيجة للتحديات العالمية اللي احنا كلنا بنشوفها حاليا من نواحي اقتصادية ومن نواحي تغيرات مناخية، وبالتالي كان لازم يبقى في وقفة مع صغار المزارعين وضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتديهم قدرات ان يواجهوا هذه المتغيرات. وبالتالي كانت الدولة بتتخذ معاهم كل ما هو من إجراءات تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم اللي هم يستحقوه، سواء من تقديم الدعم الفني أو الدعم العيني. والموضوع بدأ بحاجة كبيرة جدا اللي هو إزاي نزود من القوافل الإرشادية ونزود من التوعية لصغار المزارعين، وإزاي نشجعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. واحنا ملاحظين ان الدولة يعني في الاونة الاخيرة بقت تعمل حاجة مهمة جدا، ان هي قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بتعلن عن حاجة اسمها الاسعار التشجيعية او اسعار الضمان اللي بتشجع المزارعين ان هم يزرعوا المحاصيل دي. وبدأت الدولة تشيل من على عاتق المزارعين عملية التسويق. يعني كان زمان المزارع بيزرع وبيبقى محتار مش عارف يسوق المحصول بتاعه، وبيخش وسطاء وسماسرة، فالفلاح في الآخر ما كانش بيحصل على العائد الاقتصادي المناسب. النهاردة الدولة بعد قانون الزراعات التعاقدية بدأت تربط ما بين الصناعة والزراعة. المصانع اللي هي بتقوم على استخدام المدخلات القائمة على المنتجات النباتية والزراعية بتروح تتعاقد مع المزارعين في وجود ضمان من الدولة من خلال القانون الزراعات التعاقدية اللي وضعه سيادة الرئيس، اللي هو القانون رقم 14 ل2015، عشان نضمن كذا حاجة. عشان نضمن نمرة واحد يبقى فيه استدامة للزراعة، نمرة اتنين المصنع اللي هيصنع السلعة الزراعية ويحولها لصناعة غذائية، السلعة لمنتوج غذائي، يبقى حريص انه عاوز محصول كويس بكم عالي بجودة عالية. فهنا بندخل منظومة جديدة اسمها الإرشاد التشاركي، فنبدأ يدرب المزارعين من خلال المصانع بالتعاون مع الوزارة ويدوم التهاوي ويبدأ إنتاج عالي جودة كما وجودة. نفس الوقت الدولة راعت حاجة مهمة جدا، يعني بذور الأساس أو النواة الأساسية اللي بتديني توسع في الإنتاج الرأسي هي نوعية التقاوي أو البذرة اللي هو هيزرعها المزارع. وبالتالي وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي عملت مشروع قومي كبير اللي هو مشروع قومي الإنتاج التقاوي، اللي هو بيضمن أن المزارعين يحصلوا على تقاوي بشكل مدعم وفي نفس الوقت تبقى عالية الجودة. وبيتعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية، يعني مش أي حاجة تزرع في أي مكان. كل إحنا عندنا وجه بحري، عندنا وسط الدلتا، عندنا وجه إبلي، فكل منطقة بيجود فيها نوعية معينة من التقاوي بتتوزع على أهالينا المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وفي نفس الوقت بنضمن وصول المقنن استمادي ليه من خلال منظومة محكمة. لأن احنا برضو مطلوب مننا ان احنا نحوكم عملية الدعم اللي المزارعين بياخدوها بآلية تضمن وصول السماد للزرع، سواء كان مستأجر للأرض، سواء كان مالك للأرض، سواء كان مزارع بالمشاركة. والكلام عشان يتضبط اتعمل حاجة اسمها الحيازة الإلكترونية اللي هي كارت الفلاح أو كارت الذكي، اللي الحمد لله بدأ يخطو خطوات كويسة جدا في العمل. نفس الوقت احنا عندنا كان موجود صغار مزارعين ما كانوش بيخشوا في منظومة التسويق العالمية. احنا حضرتك لو نرجع كده لورا زمان كان معدلات التصدير كانت ضعيفة جدا. احنا بقالنا دلوقتي ما يقرب من 8 سنوات
مصر بدأت تقفز قفزات كبيرة جدا في مجالات التصدير، والتصدير بدأ يخش فيه مش مستثمرين بس، ده مستثمرين ومزارعين محليين وصغار مزارعين نتيجة لتوعيتهم وانضمامهم لجمعية. يعني يا دكتور نستطيع أن نقول يعني كل ما تم حصره في إجابة حضرتك يعني تحت عنوان التحديات التي كان يواجهها المزارع المصري وعملت الدولة المصرية على تبسيطها وتيسيرها وحلها، أليس كذلك؟ تمام تمام حضرتك. طيب هل هناك تحديات أخرى يواجهها الفلاح المصري والمزارع المصري؟ بالواقع هو تحديات تواجه القطاع الزراعي بوجه عام. نحن لدينا محدودية في المياه، لدينا محدودية في الرقعة الزراعية، عشان كده الدولة بدأت تخطو خطوات كبيرة للحلم الكبير اللي احنا بدأنا ننفذه لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال مشروعات قومية كبيرة، زي ما شفنا المشروع القومي لواحد ونص مليون فدان في الظهير الصحراوي، شفنا مشروع الدلتا الجديدة اللي افتتحه سيادة الرئيس، مشروع مستقبل مصر اللي قوامه هيتخطى 2.2 مليون فدان، شفنا ما يحدث من تنمية المشروعات الزراعية بعد صحرات سرابيوم ومحطة المعالجة في محطة بحر البقر في وسط وشمال سيناء لما يقرب من نص مليون فدان، شفنا إعادة إحياء مشروع جنوب الوادي وتوشكا اللي قوامه هيتخطى المليون فدان، وسبق الكلام ده مشروع كبير جدا كان 100,000 فدان زراعات محمية، ولما نتكلم على 100,000 فدان زراعات محمية كل فدان زراعة محمية بيعطي إنتاجية تمثل إنتاجية 8 فدادين، يعني عندنا ما يقرب من نص مليون فدان إضافة. المساحات اللي أنا اتكلمت عنها دي كلها بتزرع دلوقتي معظمها داخل فيها استصلاح بوتيرة سريعة، وصلنا ما يقرب من يعني ما يقرب من 1.6 مليون فدان حتى تاريخه، وبيتزرعوا بمحاصيل استراتيجية، وبإذن الله خلال الفترة القديمة القادمة بنأمل نكون خلصنا المساحة دي بإذن الله. وكان معنا تحدي كبير جدا اللي هو المياه اللي اتكلمنا عليه، عشان كده احنا شايفين الفترة اللي جاية دي كلها مشروعات خاصة بتعظيم كفاءة المياه، سواء من تحديث الري، سواء من محطات معالجة الصرف الزراعي، سواء من مشروع القومي لتبطين الترع اللي قوامه 24,000 كيلو متر، سواء من حصاد لمياه الأمطار ومخرات السيول، سواء مشروعات محطة معالجة المياه زي صحراء سرابيوم ومشروع معالجة الصرف الصحي اللي احنا شفناه، وشفنا محطات المحطات بتاعة التحلية زي في مدينة مرسى مطروح، والمحطة اللي في مدينة الحمام اللي بتتعمل على أعلى مستوى لإعادة تدوير المياه، كل ده وتحديث عمليات الري في أراضي الدلتا القديمة، كل ده عشان نقدر نوفر جزء من المياه نستصلح به المساحة اللي خاصة بالزراعة الأفقية، عشان نضيف الحلم الكبير اللي هو الأربعة مليون فدان اللي فيه إرادة سياسية جادة لإضافتهم على الرقعة الزراعية، لأن احنا قعدنا فترة طويلة ما يقرب من 30 سنة محصورين في وادي زراعي ضيق، وكان وعندنا نمو سكاني، وده تحدي كبير جدا، نمو سكاني عالي جدا بيقترب من 2 مليون مواطن كل سنة، ولازم يتوفر لهم غذاء، فعشان يحصل استدامة كان لازم نتوسع. طيب بخصوص الأمن الغذائي يا دكتور، يعني فكرة الاهتمام بتوفير التقاوي ومستلزمات الزراعة والأسمدة للمزارع المصري لزيادة الإنتاجية، إنتاجية الأراضي الزراعية، هذه النقطة أيضا كيف يمكن الحفاظ عليها في ظل هذه التحديات اللي يمكن حضرتك ذكرتها في سياق الحديث؟ الموضوع ده عشان نحافظ عليه لابد أن ننتهج كل ما هو من أساليب خاصة بتحديث العمليات الزراعية، نمرة واحد. نمرة اتنين، تأهيل كافة الكوادر البشرية اللي بتعمل في مجال الزراعة واللي بيعملوا نقل التكنولوجي اللي هم هيدربوا أهالينا المزارعين على الأساليب الحديثة. نمرة اتنين، إزاي نحقق الجدارة الإنتاجية للنباتات والأصناف اللي بنزرعها عشان ناخد توسع رأسي. نمرة ثلاثة، تطوير وتنمية القرية البصرية، ودي احنا شفناها في المبادرة الكبيرة اللي اتعملت حياة كريمة، تطوير القرية البصرية وحياة كريمة، وازاي نشجع أهالينا المزارعين ان هم يزرعوا المحاصيل الاستراتيجية عشان نوفر من الاكتفاء الذاتي ونقلل من الاستيراد، وازاي نشجع السياسات التسويقية اللي هي بتخلي الفلاح يعيش منظومة فيها نهضة اقتصادية
ويبدأ يتوسع في المشروعات الزراعية بتاعته، وإزاي ننمي الهياكل التعاونية الزراعية من خلال إشراك المجتمع المدني وإشراك الفلاحين والمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاعات المعنية. وده بدأنا نشوفه في الآونة الأخيرة لما شفنا مبادرة مهمة جدا من التحالف الوطني للتجمع الأهلي التنموي، أما بدأ يخش في مشروعات الكرة وبالتعاون مع المزارعين وإزاي يشجعهم ويعلوا من وبدأوا يساهموا في الدعم الأهالي المزارعين بالتوازي مع الدولة. الكلام ده كله هيحقق لي جزء كبير من الأمن الغذائي. والحاجة المهمة جدا اللي هي القيمة المضافة. يعني إيه القيمة المضافة؟ النهاردة احنا بنصدر صادرات زراعية طازجة ومصنعة في نفس الوقت برضو، فالنهاردة احنا كل اتجاه الدولة إلى هي نعلي قيمة المضافة، بدل ما نصدر مواد خام بناخدها نصنعها ونحط عليها قيمة مضافة عشان نعلي من الدخل القومي، وفي نفس الوقت بنعلي صناعات الزراعة زي ما شفنا ما يحدث الآن في تنمية الصناعات النسيجية والقطن وتطويره وفي صناعات الخضروات وخلافه، عشان نعمل توطين للزراعة واستدامة ليها ونربط ما بين المصانع اللي هي بتستخدم وتحقيق يعني الإنجاز بشكل داخلي وكذلك أيضا الخارجي كما أشرت في نهاية الحديث بخصوص التصدير. الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لحضرتك.